جملة مؤشرات يتواصل ورودها من أرياف إدلب تستبق على ما يبدو تصعيداً عسكرياً لميليشيات أسد وإيران وروسيا، ونهاية محتملة لهدنة بوتين أردوغان قبل نحو 3 أشهر. وفي تطور جديد شمال غرب سوريا، تظهر مقاطع مصورة وصول تعزيزات عسكرية للجيش التركي إلى نقاط مراقبتها، وهذه المرة لمدافع ثقيلة من عيار 203 أمريكية الصنع رافقها أكثر من 40 آلية محملة بالذخائر. كما ينشر الجيش التركي في اليومين الماضيين منظومة دفاع جوي بعيدة المدى على تلة النبي أيوب أعلى قمم جبل الزاوية جنوب إدلب، وقبلها تنشر منظومة دفاع جوي من نوع هوك أمريكية الصنع في مطار تفتناز. هذه التطورات تأتي بعد نحو 10 أيام على تصعيد عسكري وقصف مدفعي وصاروخي لميليشيات أسد وإيران وروسيا على قرى وبلدات جنوب إدلب، بالتزامن مع إرسال تعزيزات عسكرية وقطعان ميليشيات إيرانية وأفغانية ولبنانية أو ما يطلق عليها بالجيش العربي السوري، وصلت إلى خطوط أمامية في المنطقة الممتدة من كفرنبل ومعرة النعمان إلى سراقب. تصعيد وتحضيرات يبدو أن الفصائل المقاتلة في إدلب سيما الجبهة الوطنية للتحرير على دراية بها. وهنا يقول النقيب ناجي المصطفى إن خروقات ميليشيا أسد والميليشيات الإيرانية أخذت منحا تصاعديا في الأيام الماضية، رافقها عدة محاولات تسلل على محاور جبل الزاوية وصولا لعمليات قصف لطائرات مسيرة إيرانية استهدفت مواقع في سهل الغاب وجبل الزاوية. فيما يؤكد المصطفى في تصريحات صحفية رصد تحركات عسكرية للميليشيات الروسية وأخرى إيرانية وأفغانية ولبنانية تابعة لحسن نصر الله والفرقة الرابعة. هذه التصريحات وما رافقها من قصف وخروقات لميليشيا أسد وإيران وروسيا، جاء زعيم ما يسمى بهيئة تحرير الشام للحديث بمثلها أثناء سلسلة لقاءات جمعته مع عشائر محلية بمنطقة جبل الزاوية، بما فيها حديثه عن الاستعداد لمعركة قد تشنها ميليشيا أسد وإيران في غضون شهر أو شهرين. لكن ورغم التكهنات وعمليات التصعيد، تقول مصادر إن مصير الشمال المحرر قد يبقى مجهولاً في المنظور القريب، لا سيما مع وجود تعقيدات محلية وإقليمية وأخرى اقتصادية عالمية قد تجعل من مسألة شن حملة عسكرية مكلفة للغاية.